السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في الحلقه اللي فاتت من سلسله الماب ريديوس، احنا اتناقشنا في موضوع ان احنا كتبنا الكود بكومباينر ومن غير كومباينر، وشرحنا اهميه الكومباينر. بس لما جينا شرحنا، انا كنت عايز قلنا الحلقه اللي بعدها عايزين نبص في اللوجز نشوف هل الكومباينر فعلا بيضيف ولا لا. احنا شفنا نظريا الكلام بيقول لازم، حلو، بس هل عمليا الكلام ده لازم ولا مش لازم؟ في ناس كتير ممكن ما تهتمش بالحلقه دي، يعني هي حلقه قد تكون مش مهمه، بس في ناس ممكن تكون كيريوس، يعني عندهم شويه فضول، لا انا عايز اشوف افهم ايه اللي بيحصل، وهل فعلا الكومباينر بيضيف ولا لا، وازاي، عايز اشوف الداتا واشوف البايس والماب ريديوس والكلام ده. طيب خلينا اول نراجع احنا قلنا ايه في الاكزامبل. بنتكلم عن، احنا بنتكلم على الورد كاونت. كان بقى عندنا في الاكزامبل، عندنا مين كلاس اسمه سيمبل وورد كاونت، جواه مابر سايد وجواه ريديوسر سايد وجواه المين كلاس. المين كلاس في لاين نمبر 59، لو انا ضفت ده اللاين ده وعملت كومبايل وبيلد جار هيبقى ويز كومباينر، لو انا عملت كومنت اللاين ده كده يبقى وزاوت كومباينر. طيب احنا برضو نقطة المهمة، احنا بنبيلد الجار ازاي؟ احنا بنبيلد جار سيمبل، بنقول ايه، مافن كلين باكج، ونروح عاملين بيلد للجار. طيب خليني اقول لكم على حاجة حصلت وانا بحضر الحلقة دي. انا في اكزامبل اللي هو بتاع الشكسبير، الاكزامبل ده او التكست على شكسبير، الداتا دي حوالي 5 ميجا، ماشي. فانا روحت عملت كلاستر، ده EMR كلاستر، التفاصيل بتاعته سيمبل. هو انا هعمل كلاستر معاكم، بس انا عملت كلاستر قبل الحلقه ورنت جوب قبل الحلقه عشان ما اضيعش وقتكم، بس هنرن ونعمل جوب واحنا في الحلقه، بس عشان مش هنستناها تخلص يعني. طيب مهم الكلاستر ده هو 1 ماستر نود و 4 داتا نود موجود على اي دبليو اس. الكلاستر سيمبل، انا هوريكم ازاي كريته لما اخلص. الفيرجن بتاعت هادوب اللي فيه الفيرجن بتاع الاي ام ار هي 5.18.1. فيرجن بتاعت هادوب، ثانيه واحده هقول لكم الكود من بوم فايل، ثانيه واحده، 2.8.4. اوكي طيب، عشان بس حد بيحاول يبروديوس الحاجه دي. طيب فالماستر عندنا الماستر نود هي ام 3 اكس لارج، وعندنا اربع نود هم برضو ام 3 اكس لارج. طيب قبل الحلقه انا استخدمت الوورد فايل، سوري الشكسبير ده عشان يبقى الانبوت للوورد كاونت اكزامبل بتاعي. المهم ورنت الجوب، وبعد كده بقارن ما بين الويز كومباينر وزاوت كومباينر، لان هم almost the same يعني. فبصراحة استغربت، قلت ايه ده، طب كومباينر مش لازم اهو، ويعني ايه والكلام اللي احنا بنقوله، الناس دي احنا بنضحك عليهم ولا ايه يعني؟ انا قاعد بفكر كده، هو ايه يعني، ايه المشكلة وايه اللي بيحصل يعني؟ احنا مش المفروض ان كومباينر بينهانس الجوب؟ وبصراحة الموضوع كان يعني، كان في الأول كده الوهلة حسيت إنها متلخبط، وقعدت أبص في اللوجز، فقعدت أبص في اللوجز لقيت إن الداتا اللي داخلة صغيرة جدا. فالمهم طب أعمل إيه؟ قلت خلاص خليني أضاعف الفايل. عملت إيه؟ إن أنا يعني فعليا ما عملتش فايل جديد، أنا كل عملته عملت كات للفايل أكتر من مرة، يعني عملت كان بدوبليكيت الفايل بس، حتى سميته شكسبير داش دوبليكيت عشان يبقى الفايل 6 جيجا بس مش أكتر، عشان يبقى عندي فايل كبير. طيب الحاجة التانية، انا كنت عامل كلاس صغير، ففعليا الداتا كانت بتحصل لها يعني، هو فيزيك يعني فعليا هو المفروض ما يفرقش قوي، المفروض يبقى فيه انهانسمنت، بس ما كانش انهانسمنت كبيرة اللي انا متوقعها، فزهقت. طب اعمل ايه؟ المهم عملت ترمينيت للكلاستر وعملت كلاستر جديد. طيب عملت كلاستر جديد، عملت فايل 6 جيجا، رنيت، حصل اللي انا كنت متوقعه. الجوب اللي وزود كومباينر اخد 9 دقايق على الفايل 6 جيجا، والجوب اللي ويز كومباينر اخد 6 دقايق. طبعا احنا مش بنقارن دقايق بدقايق والكلام ده، بس احنا هنشوف اللوجز، اللي يهمنا اللوجز. انا هوريكم يعني
التفاصيل بتاعتها دلوقتي، بس احنا اللي يهمنا نفهم ايه اللي حصل. ماشي. طيب فانا اخدت اللوجز، اللوجز اخدتها ازاي عشان تبقوا عارفين؟ انا كليكت، عملت كليك هنا واخدت اللي هي الماب ريديوس لوجز دي، حلو. ونفس الكلام عملت كليك هنا واخدت الماب ريديوس لوجز اللي هنا دي، و وحطيتهم في انتلي جي عشان انا عايز اقارن اللوجز ببعضها، حلو. طيب ثانية واحدة هنشوف حاجة. ايوه طيب حلو جدا، ثانية واحدة. طيب انا رنيت تو اكسبيرمنت، واحدة النهاردة الصبح واحدة دلوقتي. ماشي. انا هوريكم الاول بتاعت النهاردة الصبح دي بتاعت 10 تقريبا، 10 الصبح، حلو. وريكم فرق البرفورمانس عامل ازاي. وهنا خد بالك احنا ستيل 6 جيجا ده رقم قليل، انا عارف ناس تفكر 6 جيجا فايل كبير، بس ستيل يعني لو انا رنيت ماب وورد كاونت على مثلا 100 جيجا، خد بالك ان مثلا لو هنا الفرق 3 دقايق ما بين، يعني هنا 6 دقايق وهنا 9 دقايق، الفرق مو ساعتها يوصل مثلا لمثلا فرق 30 دقيقه او 40 دقيقه، يعني هو دلوقتي فرق صغير عشان هو فايل صغير. بس خلينا نبص مع بعض لللوجز. لو جينا شفنا اللي على الشمال هو ويز كومباينر، اللي على اليمين وزاوت كومباينر. ماشي. انا كنت عايز ان انا اشوف ازاي اكتبها، بس المهم يعني ايه، هتوه هنا في ويز كومباينر لوجز وهنا وزاوت كومباينر لوجز. اكسبيرمنت 1 ده انا الصبح، هتلاقي مثلا ان التوتال تايم هنا مش عارف 500، سوري مش 500، 559 مليون، هنا 689 مليون ملي سكند. نفس الكلام هتلاقي في الريديوسر، بس ده كله انا مش مهتم بدول قوي، بس انا مهتم بايه، مهتم بالشافلز. ثانية واحدة. الريكوردز اللي حصل لها شافل، الريديوس انبوت ريكورد، الريديوس انبوت ريكورد هنا في عشان ما فيش كومباينر، مش عارف 1 مليار ريكورد، 1 مليار مش عارف كذا كذا كذا، هنا 23 مليون. ليه بقى؟ لان هو فعليا الداتا يعني الداتا اللي داخل الريديوسر قلت، يعني بدل ما الريديوسر بيدخل داتا كتير وبيعمل له كومباينر، هو هنا حصل سيمي كومباينر فالداتا اللي داخل الريديوسر قلت. طبعا انت لو بصيت على كل حاجه هنا تلاقي دايما، هتلاقي هنا مش عارف 17 مليون و17 مليار، هنا مش عارف 9 مليار، كان خد بالك ده بالملي سكند، بس يعني ايه دايما هتلاقي اولموست النص. طبعا هو ما ظهرتش النص ده في الداتا اللي هي في 6 دقايق وهنا 9 دقايق، وخد بالك ان في وقت اساسا ما بيجوز بتاخدها عشان تقوم وعبال ما تقوم الجوب، يعني اساسا في تايم يعني ويستد في الناحيتين، يعني دقيقه ودقيقتين، فجوب اصلا صغيره. لكن لو عرضنا فايل مثلا 100 جيجا، يعني ممكن حد ياخد داتا دي ويعمل على 100 جيجا، هيلاقي داتا اسرع، هيلاقي لا فرق اكبر يعني. تمام. طيب هل بقى دي يعني وليد صدفه، يعني هل دي حاجه راندوم ولو انا جوب تانيه مش هتوصل لنفس البرفورمانس ده؟ ده اللي انا جربته برضه دلوقتي قبل ما قبل السيشن دي على طول. دلوقتي الساعه 26 سبتمبر الساعه 23، انا رنتها دلوقتي الساعه 22، يعني من ساعه تقريبا، وده الفرق البرفورمانس بالظبط. لو شفت هنا هتلاقي نفس الكلام، التوتال ريد التوتال رايت، انا برضو مش مهتم كل الكلام ده، انا عايز اشوف الشافل. فين الشافل؟ انا بفايل مختلف بس هشوف. هنا التوتال ريديوس شافل بايتس، هنا 92 مليون، هنا 652 مليون. الانبوت للريديوس 13 مليون، هنا مليار مش عارفه كام. طبعا لو جيت بصيت على ماب ريديوس وهي بترن، هتلاقي ان نفس الكلام، تحس ان الجوب اللي من غير كومباينر، هتلاقي ان الريديوس تيب بتاعتها واخده يعني دي من غير كومباينر. بص تلاقي كل ده الريديوس تيب بتاعها طويل جدا، قعد فتره طويله 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 جدا جدا، عكس دي كانت اسرع بكتير قوي في الماب وريديوس. طيب انا هحط لكم في لينك الفيديو في دكتور جامعه حاطط ازاي كاريت الاكزامبل وانشيت كلاستر، بس انا بسرعه كده معاكم عشان يعني ممكن نعمل حاجه مفيده، ان انا اوريكم الكلاستر انا عملت ازاي. انا عامل كلون هنا. اوكي انا بس اوريكم انا عملت ايه. ثانيه واحده نروح لاول حاجه. انا كريت كلاستر على ام ار 5.18.1. ماشي نيكس. دي بس البروجرام بتاعتي مش مهم، برضو دي الهاردوير، الهاردوير مهم. ثانيه واحده. انا اخترت، لو انت بقولك حاجه انا هكنسل ده، خلينا كنسل ده خالص واعمل واحد نوع جديد معاكو عشان لو حد عايز يشوف زي الكاري كلاس. هتحط يا نيم مثلا، هسمي ماي مثلا ماي هادو ام ار كلاستر
ماشي. انا اخترت قلنا 5.18.1. اوكي ممكن تحط طبعا اي واحدة غير بس البونفاير بتاعك. انا اخترت مثلا 4 انستنس، 5 انستنس سوري في الكلاس بتاعي. ممكن تحط اي رقم انت عايزه. خد بالك لو اخترت 1 انستنس او 2 انستنس بس، يعني 1 ماستر 1 داتا نود او 2 أو يعني كل ما تزود انستنس كل ما تقدر تلاحظ الفرق في الباراليزم. ماشي. انا هنا مثلا عملت كده. الكي انا عندي الكي بتاعي، اخترت اليوز ديفولت اي ام ار بس، هو كده المفروض خاص بكارت كلاستر جديد. تمام. لو انا روحت على الكلاستر القديم بتاعي، انا بس عايز اروح الكلاستر القديم بتاعي دلوقتي اوريكم حاجه. لو انا روحت على ريسورس مانجر عملت كده هنا، هتلاقوا جوبات اللي انا نطها. لو انا روحت لاي جوب منهم مثلا اخر جوب عندي، اوبس ثانيه واحده سوري، المفروض ان انا عشان مش فاتح في بورت مش فاتحه، هلاقي هنا لو انت بتشوف جوب وهي شغاله دلوقتي خلصت، انت ممكن تشوف الماب ريديوس بتاعها سوري الرننج بتاعها ستيت وهي بترن، هتقدر تشوفها من هنا اهوت. بس انا في حاجه عايز ارجع اوريها لكم كده. طيب فاكرين لما قلنا ان كل جوب بتقوم بيبقى ليها يونيك اي دي، ده كده اليونيك اي دي اللي كل كلاستر بيتعامل معاه. طيب لو جينا شفنا هنا الجوب دهيت، انا هزوم بس شويه عشان لو في حد فيكم مش شايف او حد، طب ممكن تبص على الموبايل عادي بس انا عشان تقدر تبص عليها. النود الجوب دي شغال عليها، الاتمتس او حصل اكتر من اتمتس، الاكشوال تايم دي اللي هي جوب اللي هي بتاعت وورد كاونت اللي هي ويز كومباينر، الستيت بتاعتها ستارتد امتى اخرها قد ايه، الستيت النهائيه، التوتال الاجريجيت ريسورسز. خد بالك دي الاجريجيت ريسورس الوكيشن عشان تتحاسب بالميموري والفيرتشوال كورز اللي حصل الابلكيشن بتاعتك. ايه تاني؟ لو انت عندك اكتر من، ممكن لو انت عايز تشوف التول اليارن كونفيجريشن بتاعتك ممكن تدوس كده فتشوف اليارن كونفيجريشن بتاعتك اللي هو احنا اتكلمنا عليه قبل كده في الفيديو بتاع اليارن. الفينش جوب تقدر تفلتر على الفينش جوب لو عندك اكتر من حاجه، ممكن حتى تسيرش عليها هنا لو عندك جوب بديفرنت نيم. اليوزر بيرن هدوب، انا البيرن اللي تدوت الديفولت يوزر. ايه تاني ممكن اوريه لكم؟ ممكن لو رجعنا تاني هنا للكلاستر ده هتلاقي انك انت تقدر تشوف هنا في اكتر من بورت، في اصلا ديفولت في لينك كده على الاي دبليو اس بيقول لك البورتس الديفولت، فانت على حسب البورت تقدر تشوف اليو اي انت عايزه، سواء يعني هيو ممكن تشوفه عن طريق البورت تريبل ده 4 8، مش 3 8 سوري. عايز ترن جوب بقى هترن ازاي؟ انا هعمل اد ستيب، هختار كاستم جار، هحط الجار بس مثلا جار عندي، او انا هقفل ده وهقفل ده، انا حاطط الكوماندز هنا، فين الكوماندز اهي، مثلا احط الجار لوكيشن بتاعي هنا اهوت. البارامتر الانبوت هو شكسبير دوبليكت والاوتبوت ويز بارامتر ويز كومباينر او زو كومباينر، واقول له سبميت. لو رنيت دي ممكن تفيل ليد فيل لان الاوتبوت ده موجود، وده اللي حصل معايا وانا برن الجوب المره التانية، ان الجوبتين دول كان الاوتبوت موجود فغيرت الاوتبوت. يعني شفته هنا مثلا هتلاقيني قلت له ان الاوتبوت اوتبوت وزود كومباينر بيجر فايل، هتلاقي ان اللي تحت مثلا هنا هو الاوتبوت وزود كومباينر بس، انا بس عشان افرق الاوتبوت. وطبعا هو الاوتبوت زي بعض. دي نقطه مهمه جدا تعالوا نبص عليها سوا، هل لما حطينا الكومباينر الفاينل اوتبوت اختلف؟ لا. لو جينا كده تحت خالص هتلاقي المفروض ان التوتال، فين توتال اوتبوت فايل؟ البايت ريد بايت ريتن، انا عايز اشوف في حاجه اسمها روز واحده، ريديوسر اوتبوت روز هنا هما ريديوسر اوتبوت ريكوردز 76800، المفروض ان هنا يبقوا نفس الرقم. فين الريديوسر اوتبوت ريكورد 76800؟ واحنا قلنا ان الكومباينر بس بينهانس انترميديت ستيب. الحلقه دي حاسسها مهمه، وانا طبعا في حد ممكن يقول طب افرض انا ما عنديش اي دبليو اس اكونت وانا ما عنديش اي ماي كلاستر او مش عايز اعمل كده. طبعا ده بيرسونال اكونت بتاعي، انا مش بستخدم اكونت حد يعني، بس هي اللي ممكن نعمله انك انت ممكن نشوف ازاي نرن نفس الجوب دي على دوكر. بس هل بقى احنا عشان نشوف الباراليزم مش هيبقى سهل قوي، بس وانا هوريكم بعدين زي ممكن ترن ماب ريديوس على دوكر ليتر في الحته دي. طيب احنا كده شرحنا الباب ريديوس سمبل وورد كاونت اكزامبل، وبعد كده شرحنا
ويز كومباينر، زودنا كومباينر. المرة الجاية احنا ناقص لنا 4 فيديوهات ونخلص المبادئ، أو 5 بالكتير. هنشرح بكام تريكاية بقى، ازاي ممكن نضيف مثلا بارتيشنر، ازاي نعمل كاستم بارتيشنر، ازاي نعمل نيو تايبس مثلا. فهناخد كام تكه كده في ماب ريديوس عشان نكون خلصناهم عشان نفهمهم كويس. في حلقه من الحلقات هحاول اشرح لكم ازاي تران ماب ريديوس باستخدام الدوكر، واحنا مش كل حلقه هنرن على ري كلاستر. الحلقه دي كنت عايز ري كلاستر عشان اوريكم الفرق ده. بقيه الحلقات ممكن ما تفرقش اول حته دي، بس هنشوف كده لو احتاجنا هنرن على ري كلاستر. بس احنا كده خلصنا الجزء ده. اشوفكم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.